السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير يا مريم. إحنا كنا توقفنا في نهاية المحاضرة اللي فاتت عند الفورسز أو الفاكتورز اللي مسؤولة عن الفينس ريتيرن، وكنا قلنا إنه الجريدينت، البريشر جريدينت المسؤول عن الفينس ريتيرن، هو الديفرنس ما بين المين سيستميك فيلينج بريشر والرايت اتريال بريشر. الفرق بين الاثنين دول هو الجريدينت فور فينس ريتيرن. وطبقا للقانون العام بتاع الفلو والجريدينت والريزيستنس، فطبعا في بريشر جريدينت مسؤول عن انه يدفع الدم في اتجاه الفينس ريتيرن، يبقى اكيد في ريزيستنس بنسميها الريزيستنس فور فينس ريتيرن. وكنا الحقيقه توقفنا عند ان احنا عاوزين نعرف هو المين سيستميك فيلينج بريشر ده عباره عن ايه بالظبط. فاحنا النهارده هنبدا المحاضره بتاعتنا ان احنا نوضح what is meant by the mean systemic feeling pressure. الاول بس نفهم الاسم نفسه، والاسم نفسه هيدينا ارشاد كده هو معنى البريشر ده ايه. هو فيلينج بريشر يعني ايه؟ فيلينج بريشر يعني الضغط اللي ناشئ من امتلاء السيركيليشن with blood، الضغط الناشئ من امتلاء السيركيليشن بالدم. سيستميك يعني في السيستميك فيسلز، يعني في السيستميك سيركيليشن. والمين يعني متوسط قيمة الضغط ده. فهو في الآخر بس بيهمنا إنه فيلينج بريشر. طيب لو أنا قلت لكم إن إحنا عندنا إلاستيك تيوب وأنا بملاها مية، كل ما هزود كمية المية فيها كل ما الضغط اللي ناشئ من امتلاءها بالمية يزيد. نفترض ان التيوب دي السعة بتاعتها كانت 1 لتر. لو انا حطيت فيها 1 and half liters هيحصل ايه؟ تيوب لانها الاستيك it will be stretched، هتتمط، هتتمدد وهتستوعب ال 1.5 لتر دول، بس هتبقى distended with blood. هتبقى ايه؟ distended with blood، منتفخه او بالميه، انا اسف، distended with water، منتفخة بالمية اللي جواها. اهو الضغط اللي في الانبوبة الرابر دي دلوقتي اسمه الفيلينج بريشر، هو البريشر اللي ناشئ من امتلاءها بالمية. هيعتمد على ايه البريشر اللي في الانبوبة الرابر دي؟ والحقيقة هيعتمد على حاجتين. نمرة واحد، هيعتمد على كمية المية اللي أنا حاططها في التيوب. نمرة اتنين، على الكاباستي بتاعت التيوب نفسها. يعني أنا قلت لكم في كلامي إن الكاباستي بتاعت التيوب دي 1 لتر، أنا حاطط فيها 1.5، يبقى أنا حاطط فيها أكتر من الكاباستي بتاعتها، عشان كده هي ديستندد وجواها بريشر. لكن خدوا بالكم إن أنا لو حطيت فيها only 1 لتر of water هي مش هتبقى distended ومش هيتولد جواها ضغط، لأن الوول مش معرض لأي stretch. يبقى هي هتبتدي تتولد جواها ضغط امتى؟ لما حجم الميه اللي جواها يزيد عن الكاباسيتي الطبيعيه بتاعتها. يبقى أول حاجة إنه كمية المية
تاني حاجة الكاباسيتي بتاعة التيوب دي، الاتنين دول هما اللي هيحددوا هو احنا هينشأ ضغط في الأنبوبة دي قد إيه. طيب تعالوا نشوف الكارديو فاسكولار سيستم اللي الوضع فيه الحقيقة مش مختلف كتير عن الإجرامبل اللي أنا قلته ده. الكارديو فاسكولار سيستم عبارة عن شبكة من البلود فيسلز زيها زي الرابر تيوب، الوول بتاعها إلاستيك كويس، وهي ليها كاباسيتي. شبكة البلود فيسلز دي ليها كاباسيتي، عاوز أقوله لكم من دلوقتي، الكاباسيتي بتاعت السيركيليشن بتاعتنا حوالي 4 لتر، 4 لتر بلد. طيب حجم الدم بتاعنا احنا عندنا قد ايه فوليوم اوف بلد؟ هنقول حوالي 5.5 لترز، 5.5 لتر دم. يبقى ده معناه على طول كده ان السيركيليشن بتاعتنا is distended with blood. بص تعبير مهم خالص، السيركيليشن بتاعتنا يعني شبكه البلاد فيسلز is distended with blood. الديستنشن ده ناشئ من ايه؟ من انه حجم الدم اللي في السيركيليشن اكبر من الكاباسيتي بتاعت الفيسلز بتاعت السيركيليشن. طيب الضغط اللي بينشأ نتيجه الديستنشن بتاع السيركيليشن بتاعتنا بهذا الحجم من البلد بنسميه the filling pressure of the systemic circulation، لأن هو ناشئ من امتلاءها بالدم، من إنها distended with blood. طب النموذج اللي قصادنا ده نموذج مبسط جدا للكارديوفاسكولار سيستم بتاعنا، اللي هو عبارة عن pump، central pump اللي هي القلب، طالع منه arteries يمكن وصفها بانها low compliance and low resistance. هي low compliance ليه؟ لانه ما بتتمددش بسهوله، الارتريز ما بتتمددش بسهوله، الكومبلاينس بتاعها واطي، ولو ريزيستنس لان الارتريز واسعه فمقاومتها لمرور الدم مش عالية. يفضل هذا الجزء بين الشبكة معايا، وفي النهاية هتلاقوا ان احنا حاطين جزء كده ضيق، جزء بيه ده الجزء الضيق ده ليه ريزيستنس عالية، يبقى في الشبكة بتاعتنا فيه هاي ريزيستنس ستينوزس، حتة ضيقة مقاومتها عالية لمرور السوائل. وبعدين بعد كده بقية السيستم اللي بيمثل الحقيقة الفينز هو هاي كومبلاينس ولو ريزيستنس. هاي كومبلاينس عشان الوول بتاع الفين is thin, it can be easily distended. low resistance لأن الفينز واسعة. السيستم اللي قصادنا ده مليان دم، وزي ما قلت لكم distended with blood. خدوا بالكم أنا لغاية دلوقتي ما شغلتش السنترال بامب، يعني البريشر اللي موجود في السيركيليشن دلوقتي
البريشر الناشئ فقط من امتلاء السيركيليشن بالدم اللي هو الفيلينج بريشر، وهو متساوي في جميع انحاء السيركيليشن. طبعا ما هو لو كان في فرق بريشر بين اي نقطه والتانيه كان الدم اتحرك تحت تاثير البريشر ده من الحته اللي الضغط فيها عالي للحته اللي الضغط فيها واطي لغايه ما البريشر تتساوى. فهو البريشر في السيستم اللي قصادنا ده في الوضع الحالي متساوي في جميع اجزائها. طب بص انا بقى لو ابتديت اشغل السنترال بامب دي اللي هي القلب، القلب بيضخ دم بيجيبه منين؟ بيجيبه من الفينوس سايد ويحطه فين؟ على الارتيريال سايد. يعني يزود كميه الدم اللي في الارتيريال سايد ويقلل كميه الدم اللي موجوده في الفينوس سايد. يقوم الضغط في الارتيريال سايد يعلى والضغط في الفينوس سايد يقل، مفهوم؟ طيب بنشيل دم من هنا ونحطه هنا، يبقى الضغط في الارتريز هيعلى والضغط في الفينز هيقل، بس يا ترى بنفس الدرجة؟ الإجابة طبعا لا. ليه؟ لأن أنا قلت لكم إن الجزء ده من السيستم اللي هو يمثل الأرتريز له لو كومبلاينس. لو كومبلاينس يعني إيه؟ يعني لما زود حجم الدم فيه بكمية قليلة البريشر يعلى بدرجة كبيرة، لو كومبلاينس ما بيقدرش يتمدد كويس. انما من الناحيه الثانيه الفين لما خدت منهم الدم هل الضغط فيهم انخفض جدا؟ الاجابه برضو لا، لانه هاي كومبلاينس تغيرات الضغط فيهم بتبقى ليميتد مع تغيرات الفوليوم. لما نشيل او نحط فوليوم من الدم في الفينز تغيرات البريشر اللي بتحدث فيها بتبقى ليميتد قليله اقل بكتير من اللي يحدث على الارتيريال سايت. يبقى انا لما شغلت البامب دي يعني خليت القلب يبتدي يعمل بامبنج نشا من هذا نقل الكميه من الدم من الفينوس سايد الى الارتيريال سايد، ولانه الفلو من الارتيريال سايد للفينوس سايد لازم يتغلب على المقاومة دي، فالضغط في الارتيريال سايد هيبتدي يعلى والضغط في الفينوس سايد هيوطى، لكن الانخفاض في الفينوس سايد هيبقى اقل بكتير. طب انا عاوزكم تفكروا معايا في الموضوع بالعكس، بمعنى لو انا مبتدي من الموقف ان السيركيليشن دي شغاله والدم والقلب بيعمل بامبنج وفي ضغط في الارتريس وفي ضغط في الفينز، لو وقفت القلب تدريجيا قعدت ابطئه يعني الكاردياك اوتبوت ابتدى ينخفض تدريجيا، يعني الدم اللي القلب بياخده من الفينز على يحطه على الارتريس ابتدى يقل تدريجيا، هيحصل ايه؟ يحصل عكس اللي قلناه حالا، ان الضغط في الارتريس هيبتدي يقل والضغط في الفينز هيبتدي يعلى بس كمية قليله. يبقى as we decrease the cardiac output الضغط في الارتريز بيقل عشان الدم اللي بيدفع اليها بيقل، والضغط في الفين بيزيد لان الدم اللي بيتاخد منها
يبقى قليل. طب لو وصلت لنقطة إن القلب بطل بامبنج خالص، كاردياك اوتبوت بقى صفر، هنوصل للنقطة اللي احنا ابتدينا بيها مناقشتنا، إن السيستم ده ما هو إلا شبكة من الفيسلز مليانة دم distended with blood، يعني الـ arterial pressure هينخفض والـ venous pressure هيرتفع، ويستقر الـ pressure في النهاية على الـ filling pressure which is due to distension of the circulation with blood. الـ pumping function بتاعت القلب توقفت. طيب احنا لو فهمنا الاكزامبل ده بقى نقدر نقول دلوقتي انه المين سيستميك فيلينج بريشر is the pressure present all over the systemic circulation if the heart stops pumping. لما القلب، لو القلب توقف عن البامبنج، الضغط اللي موجود في السيركيليشن كلها في السيستميك سيركيليشن هو اللي بنسميه المين سيستميك فيلينج بريشر. طيب هنرسم جراف مع بعض بس لو سمحتم نفهمه. احنا هنعمل علاقه ما بين الكاردياك اوتبوت والبريشر. البريشر فين؟ كيرف هنعمله البريشر في الارتريس، ارتيريال بريشر يعني، وكيرف تاني يمثل فينس بريشر. يبقى الجراف اللي هنرسمه مع بعض دلوقتي جراف بيمثل ايه؟ ما سيحدث في السيركيليشن مع تغيرات الكاردياك اوتبوت، مع تغيرات البامبنج بتاع القلب على البريشر في الارتيريال سايد وفي الفينس سايد. لكن احنا هنحط اللي احنا شرحناه دلوقتي في صورة جراف بقى، فهتلاقوا الجراف واضح جدا. بيقول ايه بقى؟ احنا اتفقنا انه لو الكارديو اوتبوت بتاعنا قيمته مثلا 5 لترز بير مينيت، لو ابتدى يقل نتوقع الارتيريال بريشر يحدث فيه ايه؟ هيقل عشان مفيش دم بيخش للارتري، صح. المين اورتيك بريشر هيقل مع انخفاض الكاردياك اوتبوت. بس هل نتوقع ان لما الكاردياك اوتبوت يبقى صفر ان الاورتيك بريشر يبقى صفر هو رخر؟ لا، والحقيقه الكيرف ما وصلش لنقطه الصفر، اعلى منها شويه. ليه ما وصلش للصفر؟ صح، ما احنا قلنا ان لما القلب بيقف بيتبقى ضغط في السيركيليشن، الضغط ده اللي بنسميه الفيلينج بريشر، يبقى اكن البريشر اللي احنا وصلنا له هنا هو الفيلينج بريشر، المين systemic filling pressure. طيب ده الاورت، تغيرات الاورتيك بريشر لو الكاردياك اوتبوت ابتدى يقل لغايه ما توقف خالص بقى صفر. طيب تعالوا نشوف الفينس بريشر يحدث فيه ايه. الفينس بريشر we will represent it زي ما اعتدنا بالرايت اتريال بريشر. لما الكاردياك اوتبوت بيقل تدريجيا معناها ايه؟ ان القلب ما بيسحبش دم من الفينس سايد، من الرايت اتريوم يعني، بنفس الدرجه، يقوم الدم يتراكم في الفينس سايد، يقوم الفينس بريشر هيبتدي يزيد. طب بصوا الكيرف هيبقى شكله عامل ازاي؟ اهو
الضرب الأحمر ده بيزيد تدريجيا، هو مبتدي من كام الرايت اتريال بريشر ده؟ يعني النقطة دي هي زيرو بريشر على الفيرتيكال اكسس، النقطة دي زيرو بريشر، يعني الرايت اتريال بريشر لما كان الكاردياك اوت بوت حوالي 5 لتر في الدقيقة كان الرايت اتريال بريشر تقريبا زيرو، ما ده اللي قلناه ان الرايت اتريال بريشر الطبيعي من 0 ل 2 ملم مركشي. لما ابتدينا نقلل الكاردياك اوت بوت الرايت اتريال بريشر ابتدى يزيد، بس طبعا ملاحظين ان الزياده قليله وفيري جراديوال لغايه ما الكاردياك اوت بوت وصل للصفر، يعني البامبنج بتاع القلب توقف، لقينا الرايت اتريال بريشر وصل لنفس قيمه البريشر اللي كان وصل لها الاورتيك بريشر. طبعا لوجيك منطقي، ما انا دلوقتي ما فيش كاردياك اوت بوت، ما فيش بامبنج، يبقى البريشر في كل اجزاء السيركيليشن سواء في الارتيريال سايد او في الفينس سايد متساوي وبيساوي القيمه دي اللي هنسميها المين سيستميك فيلينج بريشر، اهو مين سيستميك فيلينج بريشر. وانا رسمت الخط الاحمر المنقط ده عشان الامور تزداد وضوحا. واضح انه لما كان القلب بيعمل بامبنج الارتيريال بريشر كان اعلى بكتير من المين سيستميك فيلينج بريشر. المين ارتيريال بريشر احنا عارفين انه حوالي 90 مليمتر مركري، والرايت اتريال بريشر اقل من المين سيستميك فيلينج بريشر، منطقي عشان البامبنج ده بياخد دم من الفينز ويحطه على الارتريز، والضغط في الارتريز اعلى بكتير. ليه من الفرق بينه وبين المين سيستميك بريشر اكبر بكتير ما بين من الفرق ما بين الرايت اتريال بريشر والمين سيستميك فيلينج بريشر. نشوف الكيرف ده بعيد عن القيمه دي، بعيد قوي، لكن الرايت اتريال بريشر قريب نسبيا. ما احنا قلنا عشان الارتريز ار لو كومبلاينس، لما في بامبنج بيحط اكسترا بلاد على الارتريز يقوم الارتيريال بريشر يعلى قوي، لكن الفينس بريشر ما بيوطاش لنفس الدرجة عشان الفينز ار هاي كومبلاينس. لما قللنا البامبنج بتاع القلب، لو قللنا البامبنج بتاع القلب يقوم الرايت اتريال بريشر جراديولي بيزيد والارتيريال بريشر جراديولي بيقل لغاية ما يلتقوا هما الاثنين ويبقوا ايكوال، لما الكاردياك اوت بوت يساوي صفر يعني البامبنج يتوقف. القيمه اللي بيلتقوا عندها دي هي المين سيستميك فيلينج بريشر. ايه اهميه بقى المين سيستميك فيلينج بريشر ده؟ اولا هو قيمته قد ايه؟ بتتراوح ما بين 6 الى 8 مليمتر مركري. يبقى المين سيستميك فيلينج بريشر يتراوح ما بين 6 ل 8، هنستخدم الرقم 7 باستمرار. طيب المين سيستميك فيلينج بريشر ده اهميته ايه؟ بص، المين سيستميك فيلينج بريشر الفرق بينه وبين الرايت اتريال بريشر زي ما اتفقنا هو الجريدينت فور فينس ريتيرن. طب ايش عرفنا؟ ايش عرفنا دي احنا بنعرف معلوماتنا ازاي؟ بالتجربه. احنا عملنا تجربه على حيوانات التجارب، وفي التجربه دي ابتدينا نرفع الرايت اتريال بريشر تدريجيا
من قيمته الطبيعية اللي هي 0 إلى 2 مليمتر مركري، ابتدينا نرفعه تدريجيا، فلاحظنا إن الفينس ريتيرن الدم اللي راجع للقلب بيبتدي يقل، متوقع عشان الجريدينت بيقل، لغاية ما الرايت اتريال بريشر وصل 7 مليمتر مركري. عندها الفينس ريتيرن توقف خالص. طب هو توقف ليه؟ اكيد البريشر جريدينت تلاشى، مبقاش فيه جريدينت، يبقى اكيد بدل الرايت اتريال بريشر لما وصل ل7 الفينس ريتيرن توقف، يبقى اكيد القوه اللي كانت بتزق الدم ناحيه الرايت اتريال قيمتها 7 مليمتر مركري، بحيث ان لما الرايت اتريال بريشر بقى هو كمان 7 مليمتر مركري، بقى الفرق بينه وبين البريشر اللي بيزق ده 0، 7 ناقص 7، وعندها الفينس ريتيرن توقف. واستنتجنا من التجربه دي ان الجريدينت ما بين المين سيستميك فيلينج بريشر والرايت اتريال بريشر هو القوه الدافعه للفينس ريتيرن. المين سيستميك فيلينج بريشر يقل امتى ويزيد امتى؟ ممكن نقول مع بعض دلوقتي بسهوله، المين سيستميك فيلينج بريشر يقل لو حاجه من الاثنين دول حصلت، اعتقد بعضكم يقدر يستنتجه. لو الفوليوم اوف بلاد اللي في السيركيليشن انخفض، او لو الكاباسيتي بتاعت السيركيليشن زادت، يبقى if the blood volume decreases يعني hemorrhage، او الكاباسيتي بتاعت الفينز زادت. اشمعنى يعني بقول الفينز ليه ما بقولش الكاباسيتي بتاعت السيركيليشن جنرالي؟ عشان انا زي ما قلت لكم في محاضره امبارح، معظم الكاباسيتي بتاعت السيركيليشن نتيجه الكاباسيتي بتاعت الفينز، عشان كده الفينز بتحتوي على 64% من حجم الدم لوحدها. طب هو الكاباسيتي بتاعت الفينز تزيد امتى؟ لو السمباثيتك اكتيفيتي سبلاينج السموث ماسلز في الفينز انخفضت، decreased sympathetic activity، يقوم الكونتراكشن اللي في السموث ماسل بتاعت الفين تقل، يبقى مقدره الفينز على انها تتمدد وتستوعب فوليوم اكبر من الدم هتزيد، صح؟ طيب ده امتى المين سيستميك فيلينج بريشر يقل؟ طب وامتى المين سيستميك فيلينج بريشر يزيد؟ خلاص بقى مش محتاجه ذكاء واعي، العكس، لو البلاد فوليوم زاد او لو الكاباسيتي بتاعت الفينز معلش مكتوبه غلط هنا decreases. طيب بصوا عشان ما نتلخبطش انا هطلعها. يبقى المين سيستميك فيلينج بريشر هيزيد امتى؟ لو البلاد فوليوم زاد او الكاباسيتي بتاعت الفين قلت. امتى البلاد فوليوم بيزيد؟ اكزامبل مشهور الرينال فيلير، زي ما ذكرنا قبل كده، الرينال في الرينال فيلير حجم الدم بيزيد لان مقدره الكدني على التخلص من السوائل الزياده في الجسم بتقل. طب وامتى الكاباسيتي بتاعت الفينز تقل؟ لو السمباثيتك اكتيفيتي
السبلاينج الوول بتاع الفينز زد سمباثيتك ستيميليشن كويس. ننتقل الى اهم نقطه هنتكلم عليها النهارده اللي لو سمحت بقى عاوزكم تركزوا معايا فيها جدا، وهي ايه؟ احنا بنتكلم على الفينس ريتيرن، عاوزين نشوف الفينس ريتيرن ده مين اللي بيأثر عليها. واضح ان اللي بيأثر عليه هما الرايت اتريال بريشر والمين سيستميك فيلينج بريشر والريزيستنس تو فينس ريتيرن. اه ما هم دول بتوع المعادله، الفينس ريتيرن بيساوي المين سيستميك فيلينج بريشر ناقص الرايت اتريال بريشر على الريزيستنس تو فينس ريتيرن. طب احنا دلوقتي هنشوف تأثير تغيرات الرايت اتريال بريشر على الفينس ريتيرن، واظن ان انا مش محتاج اقول لكم التأثير، انتم ممكن تستنتجوه. كل ما الرايت اتريال بريشر يزيد كل ما الفينس ريتيرن المفروض يقل، يعني العلاقة عاملة كده. سليم؟ اه واضح. او اقولها بالعكس، كل ما الرايت اتريال بريشر يقل كل ما الفينس ريتيرن يزيد، علاقة انفرس، علاقة عكسية. ومفهوم طبعا ليه؟ عشان الجريدينت فور فينس ريتيرن هو الفرق ما بين المين سيستميك فيلينج بريشر والرايت اتريال بريشر. الفرق ده بيصغر لو الرايت اتريال بريشر كبر، والفرق ده بيكبر لو الرايت اتريال بريشر انخفض. كويس، السؤال بقى هو امتى الفينس ريتيرن يوصل للصفر؟ لما الرايت اتريال بريشر يوصل كام؟ طب تعالوا نكمل الكيرف ده، نكمله كده. دي النقطة اللي عندها الفينس ريتيرن وصل للصفر. يا ترى الرايت اتريال بريشر في الوقت ده يبقى كام؟ صح، اللي عارف الإجابة يبقى فهم اللي فات. الرايت اتريال بريشر دلوقتي 7 مليمتر مركري مساوي للمين سيستميك فيلينج بريشر. صح، 7 مين سيستميك فيلينج بريشر. يبقى لو الرايت اتريال بريشر وصل ل 7 مليمتر مركري الفينس ريتيرن هيتوقف، السيركيليشن تقف. كويس. طيب لو الرايت اتريال بريشر قيمته صفر اللي هي القيمة النورمال يعني، بيبقى الفينس ريتيرن قيمته قد ايه؟ 5 لترز قد الكاردياك اوتبوت. سليم. طب لو ابتدينا نقلل الرايت اتريال بريشر عن كده، بصوا تحدث حاجة غريبة شوية. الفينس ريتيرن ما بيزيدش بصورة ملحوظة، بيوصل إلى ما يشبه البلاتو. الكلام ده بيحدث لما الرايت اتريال بريشر يقل بلو نيجاتيف 1 مليمتر مركري، لما الرايت اتريال بريشر يبقى نيجاتيف فاليو. طب والسبب انه الفينس ريتيرن ما بيزيدش هو ايه؟ وطبعا انه ما بيزيدش دي حاجه غريبه طبعا، لان لما الرايت اتريال بريشر يقل قوي كده الفرق بينه وبين المين سيستميك فيلينج بريشر بيزيد قوي، وبالتالي الجريدينت فور فينس ريتيرن كبر، وبالتالي نتوقع ان الفينس ريتيرن يكبر. كل انه ما اتغيرش الفينس ريتيرن
يبقى اكيد فيه مشكلة بتعوق الزيادة اللي كنا متوقعينها. ما الموضوع فاكتورز محدودة، الجريدينت وبيكبر، لان احنا قلنا كل ما الرايت اتريال بريشر يقل الفرق بينه وبين المين سيستميك فيلينج بريشر بيكبر، وبالتالي الجريدينت بيكبر. طب هو مين تاني بيأثر في الفينس ريتارد؟ الريزيستنس. يبقى ما دام الجريدينت بيكبر والفينس ريتيرن ما بيتغيرش، يبقى اكيد في نفس الوقت الريزيستنس بتزيد. ما هي الحسبه ما تطلعش الا كده، التفكير المنطقي ما يقولش الا كده. الجريدينت بيكبر لما الرايت اتريال بريشر بقى نيجاتيف 1 او نيجاتيف 2 او نيجاتيف 3 ايا كان. الجريدينت فور فينس ريتيرن كبر، لكن الفينس ريتيرن ما اتغيرش. يبقى اكيد ده معناه ايه؟ ان الريزيستنس زادت بحيث انها عدلت تأثير زيادة البريشر جريدينت، عشان كده الفينس ريتيرن ما اتغيرش. بس يبقى السؤال، طب هو ايه اللي زود الريزيستنس اللي بتواجه الفينس ريتيرن؟ بسيطة خالص، الرايت اتريوم والبيج فينز اللي في الثوركس حواليها من بره مين؟ حواليها البلورال بريشر، واحنا عارفين ان البلورال بريشر از نيجاتيف. لما الرايت اتريال بريشر بينخفض تحت ماينس 1 مليمتر ميركوري او اكتر بقى، نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4، تدريجيا ده معناه ايه؟ ان الفرق ما بين البريشر في الرايت اتريوم وفي البلورال اللي حواليه، الفرق ده بيقل. هو الاول كان البريشر في الرايت اتريوم زيرو والبريشر في البلورا نيجاتيف 3، يبقى اكن البلورا موسعه الرايت اتريوم شويه، هي نيجاتيف بريشر يعني بتشد على الوول بتاع الفين لبره، بتوسع الفين الفينز والاتريوم، وبالتالي بتسهل مرور الدم فيهم. كل ما الفرق ما بين الرايت اتريال بريشر والانترا بلورال بريشر ما يقل، كل ما التأثير اللي وضحته للبلورال بريشر على الرايت اتريوم والفينز يقل. يعني لما الرايت اتريال بريشر بقى نيجاتيف 1، بقى الفرق بينه وبين البلورال بريشر 2 مليمتر ميركري بس، يبقى النيجاتيف بريشر اللي بيوسع الفينز والرايت اتريوم انخفض، وبالتالي هم اكيدهم بيضيقوا، وبيضيقوا يعني المقاومه بتاعتهم بتزيد. طب لو الرايت اتريال بريشر بقت نيجاتيف 2، بقى الفرق بينها وبين البلورا اللي حواليها اونلي 1 مليمتر ميركري، هو اللي بيحاول يشد على الوول بتاع الرايت اتريوم ويوسعوا، يبقى الشد اللي على الرايت اتريوم والبيج فينز اللي بيوسعهم انخفض اكتر، فاكنهم بيكولابس شويه، فمقاومتهم بتزيد. طب لو وصلنا ان الرايت اتريال بريشر بقى نيجاتيف 4، بقى مور نيجاتيف ذان البلورال بريشر، دلوقتي البلورال بريشر اعلى من الاتريال بريشر، وبالتالي هتبتدي تدوس عليه كمان، دي مش بس دلوقتي ما بقتش تشده لبره وتوسعه، لا دي ابتدت تكبس عليه، فتقوم برضو تزود الريزيستنس تو فينس ريتيرن. يعني باختصار كده،
كل ما الرايت اتريال بريشر يبقى مور نيجاتيف، كل ما السراوندنج انترا بلورال بريشر اكنه بيضغط على البيج فينز والرايت اتريوم وبيمثل ريزيستنس لرجوع الفينس ريتيرن من خلال ده، تفسير زياده الريزيستنس. زياده الريزيستنس في مواجهه زياده البريشر جريدينت اللي بيزق الدم بيخلي الفينس ريتيرن ثابت في المرحله دي. يبقى ات نورمال فاليو للرايت اتريال بريشر اللي هو زيرو مثلا كان الفينس ريتيرن بيساوي 5 لتر. لو الرايت اتريال بريشر ابتدى يزيد ده هيؤدي الى انخفاض تدريجي في الفينس ريتيرن لغايه ما الفينس ريتيرن يتوقف. لو الرايت اتريال بريشر وصلت للمين سيستميك فيلينج بريشر 7 ملم مركش، في المقابل لو الرايت اتريال بريشر ابتدى يقل بيحدث زياده طفيفه جدا في الفينس ريتيرن ثم يبقى بدون تغيير بلاتو. وعرفنا ان السبب انه as the right atrial pressure becomes more negative it becomes gradually compressed by the surrounding intrapleural pressure وبالتالي الريزيستنس لرجوع الدم للرايت اتريوم هتزيد، فبقى عندي جريديانت كبير كمان قصاده ريزيستنس كبيره، فالفينس ريتيرن زي ما شايفين كده ما بيتغيرش. بنسمي الكيرف ده الفينس ريتيرن كيرف، وهو اللي بيوصف العلاقه ما بين الفينس ريتيرن وتغيرات الرايت اتريال بريشر. طيب عاوزين نشوف نفس العلاقة دي هيبقى شكلها عامل ازاي لو المين سيستميك فيلينج بريشر اتغير. احنا قلنا ان المين سيستميك فيلينج بريشر ممكن يزيد ويقل وقلنا اسبابه من شوية، لو الكاباسيتي بتاعت الفينز اتغيرت او البلاك فوليوم اتغير. طيب لو المين سيستميك فيلينج بريشر اتغير الكيرف ده هيتغير ازاي؟ تعالوا نشوف لو المين سيستميك فيلينج بريشر زاد بدل ما هو 7 ملم مركري مثلا بقى 10 ملم مركري نتوقع ايه؟ صح، نتوقع ان الجريدينت زاد، ما هو الرايت اتريال بريشر ناقص او المين سيستم فيلينج بريشر ناقص رايت اتريال بريشر، يبقى الكيرف هيطلع اعلى من الكيرف اللي قصادنا ده ولا لا؟ طبعا اي رايت اتريال بريشر هيحقق فينس ريتيرن اعلى ببساطه عشان الفينس بريشر جريدينت بقى اعلى، فالكيرف هيبقى عامل كده. This is the effect of increasing mean systemic filling pressure. يا إما بسبب زيادة البلاد فوليوم أو بسبب نقص الكومبلاينس أوف فينز. واضح إنه عند أي قيمة من قيم الرايت اتريال بريشر الفينس ريتيرن اللي بيتحقق أعلى من الكيرف الأول. ده مش بس كده، ده لما الرايت اتريال بريشر وصل ل 7 ملم مركري الفينس ريتيرن ما توقفش. طبعا اصلا دلوقتي المين سيستم فيلينج بريشر زاد، ما عادش 7 ده بقى 10 اهو، يبقى الفينس ريتيرن مش هيوصل للصفر الا لما الرايت اتريال بريشر يوصل ل 10 ملم مركري. لكن طبعا ملاحظين ان البلاتو موجود بس على مستوى اعلى. طبعا
لأنه نفس القضية بتحدث هي هي. طيب ولو المين سيستميك فيلينج بريشر انخفض، اهو الكيرف يبقى عامل كده، عند اي رايت اتريال بريشر الفينس ريتيرن اللي بيتحقق بيبقى اقل. وطبعا اكيد متوقع واخدين بالكم انه لما الرايت اتريال بريشر وصل ل 4 مليمتر مركري الفينس ريتيرن توقف. معنى كده انه ده الاربعه دي هي المين سيستميك فيلينج بريشر دلوقتي. الكيرف ده بيصف ما يحدث لو المين سيستميك فيلينج بريشر انخفض، يا اما نتيجه انخفاض البلاد فوليوم او زياده الكومبلاينس اوف بيت، يقوم الكيرف يبقى شيفتد داونوردز. طيب ده تأثير تغيرات المين سيستميك فيلينج بريشر على الفينس ريتيرن كيرف، أو بلغة أكثر سهولة تأثير تغيرات المين سيستميك فيلينج بريشر على الفينس ريتيرن، وخلاص على الفينس ريتيرن. كل ما المين سيستميك فيلينج بريشر يزيد كل ما الفينس ريتيرن يزيد. كويس، يبقى الثلاث قيم دول زي ما واضح قصادكم هم المين سيستميك فيلينج بريشر تحت ثلاث ظروف مختلفة. الكيرف الاسود اللي في الوسط تحت النورمال كونديشنز قيمته 7، النقطة دي على الكيرف اللي فوق قيمته 10 عشان المين سيستميك فيلينج بريشر زاد، وهنا قيمته 4. ده تأثير تغيرات المين سيستميك فيلينج بريشر على الفينس ريتيرن كيرف أو على الفينس ريتيرن. طيب عاوز أرجع أتكلم على نقطة أنا اتكلمت عليها إمبارح أو أول إمبارح. المعادلة بتاعت الفلو بتقول إن الفلو بيساوي البريشر جريديانت على الريزيستنس. لو أنا بتكلم على الفينس سيركيليشن، الفلو في الفينس سيركيليشن هو الفينس ريتيرن، هيساوي المين سيستميك فيلينج بريشر ناقص الرايت اتريال بريشر على الريزيستنس فور فينس ريتيرن. وامبارح حسبنا الحسبه مع بعض، قلت لكم انا هطلع الريزيستنس دي فوق وانزل الفينس ريتيرن تحت كده يعني. يبقى الريزيستنس فور فينس ريتيرن هتساوي المين سيستميك فيلينج بريشر ناقص الرايت اتريال بريشر على الفينس ريتيرن. طب نحط ارقام، 7 ناقص 0 على 5، 5 اللي هما 5 لتر في الدقيقة، يساوي 1.4 مليمتر مركري بير لتر بير مينيت. ده قيمة الريزيستنس for venous return. كويس، ايه تأثيرات تغير الـ resistance for venous return على الـ venous return curve؟ effect of changes in right in resistance to venous return على الـ venous return curve. ده الـ curve النورمال اللي احنا عارفينه. اللي هنشوفه دلوقتي هو الكيرف اللي هينشأ حال زيادة الرايت الريزيستنس تو فينس ريتيرن أو انخفاض الريزيستنس فور فينس ريتيرن. هو لما الريزيستنس فور فينس ريتيرن تزيد هنتوقع ايه في من الفينس ريتيرن يعني؟ طبعا هنتوقع انه يقل، يعني ده امر بديهي. يعني الكيرف نتوقع انه هو يبقى شيفتد داون، والعكس لو الريزيستنس فور فينس ريتيرن انخفضت يبقى الفينس ريتيرن هيزيد زي الكيرف ده كده. الكيرف ده بيمثل
انخفاض الريزيستنس فور فينس ريتارد، قام الكيرف بقى شيفتد ابوردز اند تو ذا رايت، في حين انه لو الريزيستنس زادت الكيرف هيبقى شيفتد داونوردز اند تو ذا ليفت كده. This means انه عند كل قيم الرايت اتريال بريشر لما الريزيستنس هتبقى عاليه الفينس ريتيرن هيقل طبعا، ولما الريزيستنس هتبقى واطيه الفينس ريتيرن هيزيد. لكن طبعا برضو موضح انه النقطه اللي عندها الفينس ريتيرن بيصل للصفر هي اللي هي لان دي هي المين سيستميك فيلينج بريشر، والمين سيستميك فيلينج بريشر هو ما اتغيرش، اللي اتغيرت الريزيستنس. يبقى كل ما الرايت اتريال بريشر يقرب من قيمه المين سيستميك فيلينج بريشر كل ما الفينس ريتيرن بيقل، ولما الرايت اتريال بريشر يبقى قد المين سيستميك فيلينج بريشر الفينس ريتيرن هيتوقف كالعاده. يبقى زياده الريزيستنس تو فينس ريتيرن تؤدي الى انخفاض الفينس ريتيرن، الكيرف بيبقى شيفتد ابورز اند تو ذا رايت، والعكس تاثير زياده الريزيستنس فور فينس ريتيرن. كويس خالص. بعد ما فهمنا الفينس ريتيرن كيرف وعرفنا منه تاثير تغيرات الرايت اتريال بريشر والمين سيستميك فيلينج بريشر والريزيستنس تو فينس ريتيرن على قيمة الفينس ريتيرن، تعالوا نتكلم على مجموعة من الميكانيزم that help venus return against gravity. أكيد إحنا كلنا نقدر نتبين إن الدم اللي طلع من الليفت فنتريكل ومشي في الارتيريال سيستم وراح لاجزاء الجسم المختلفه مطلوب منه انه يرجع مره تانية للقلب فيما يعرف بالفينس ريتيرن. واضح طبعا ان الدم اللي راح للور ليمز مهمته في الرجوع للدم مهمه صعبه شويه. ليه؟ عشان هو ماشي ضد الجرافيتي، على عكس الدم اللي راح للهيد مثلا، راح للهيد رجوعه من الهيد للقلب ما فيهوش مشكله لانه ماشي مع تاثير الجرافيتي. وبما ان الجزء من جسمنا اللي تحت الليفل بتاع الهارت هو الجزء الاكبر من جسمنا الحقيقي، وبالتالي احنا الفينس ريتيرن بتاعنا بيتاثر بشده بالجرافيتي، ولابد ان في ميكانيزمز بتمكن الدم اللي في الفينس في اللور لين هنا في القدم هنا اخر المنطقه تحت انه يقدر يتغلب على الجرافيتي ويطلع لفوق لغايه ما يوصل للقلب. مين هي الميكانيزمز دي؟ اول ميكانيزم ما يعرف بالثوراسيك بامب ميكانيزم. ايه الثوراسيك بامب ده؟ الحقيقه during respiratory movement inspiration واكسبيريشن الانترا بلورال بريشر بيتغير. في بداية الانسبيريشن بتبقى قيمته 3 او 4 ملم مركري، نيجاتيف 3 او 4 ملم مركري، ده عند نقطة بداية الانسبيريشن. طيب as inspiration proceeds كل ما بعمل انسبيريشن اثناء الانسبيريشن ده الانترا بلورال بريشر بيكمز مور نيجاتيف،
بيتغير من سالب مثلا 4 إلى سالب 8، يبقى من بداية الانسبيريشن لغاية نهايتها الانترابلورال بريشر بيتغير من سالب 4 لسالب 8. يبقى during inspiration الـ intrapleural pressure falls من negative 4 إلى negative 8 مليمتر مركري، وده بيمثل أكنه suction force. ما هو الـ intrapleural pressure anatomically محوط زي ما اتفقت معاكم، محوط القلب والبيج فينز اللي فاتحه فيه، ولانه البلورا ده غشاء رقيق جدا والوول بتاع الفينز بتاع الرايت اتريوم ريلاتيفلي ثين، فالبريشر اللي في البلورا كان افكت الفينز والرايت اتريوم. فمع زياده النيجاتيفيتي اوف انترا بلورال بريشر أكن أنا بزود نيجاتيفيتي في البريشر بتاع البيج فينز اللي في الثوركس والرايت اتريوم، وده أكنه سكشن. نيجاتيف بريشر ده يعني سكشن، بيشد الدم من اللور لين في اتجاه القلب. يبقى الرايت اتريوم بريشر فولز، وبالتالي ده يزود الفينس ريتارد. يبقى during inspiration الـ intrapleural pressure falls من سالب 4 إلى سالب 8 مليمتر مركري، وهذا سينعكس على الـ right atrial pressure which will fall also، وبالتالي الـ venous return هيزيد. انخفاض الـ right atrial pressure طبعا يزود الـ venous return لانه بيوسع الجريدينت فور فينس ريتيرن. طب during expiration العكس بيحدث، الانترا بلورال بريشر بيرجع يغير من نيجاتيف 8 تو نيجاتيف 4، it becomes less negative من نيجاتيف 8 لنيجاتيف 4، وبالتالي الرايت اتريال بريشر will increase and venous return decreases. يبقى المعلومة اللي نطلع بيها من الكم كلمة دول انه حركة الريسبيريشن بتساعد رجوع الدم against gravity by suction of blood بالنيجاتيفيتي of intrapleural pressure، وعشان كده بنسميها the thoracic pump mechanism. يبقى كن في الثوركس في بامب بتشفط الدم during inspiration وترجعه من the lower half of the body back to the heart. طيب ادي اول ميكانيزم، thoracic pump mechanism اللي هو سببه النيجاتيف انترابلورال بريشر. طيب تاني ميكانيزم هو الكاردياك سكشن. ايه الكاردياك سكشن ده؟ انه يحدث sudden and rapid decrease of pressure في واحدة من الشيمبرز بتاعت الهارت. لما الضغط في تشيمبر من الهارت ينخفض بسرعة كده it acts as a suction، بالضبط أكنك ماسك دروبر قطارة، انت بتدوس على الرابر بارت بتاع القطارة دي، ولما بتسيب يتولد في الرابر بالب ده نيجاتيف بريشر، هو اللي بيسحب الفلويد الى جوه القطار، او القلب عامل اكنه قطار.
الكاردياك ساكشن ده بيقوم بيه الاتريوم والفنتريكلز، بس في توقيتين مختلفين اثناء الكاردياك سايكل. الاتريال ساكشن ده بيحدث امتى؟ انتوا درستوا التغيرات في الرايت اتريال بريشر اثناء الكاردياك سايكل، اهي الخط ده، وعرفتم، احنا هنرجع بقى نرسمه لوحده كده، انه مكون من ثلاثة بوزيتيف ويفز وثلاثة نيجاتيف ويفز، A و C و V هما البوزيتيف وال X وال Y هما النيجاتيف. الاتريال ساكشن بيحصل امتى؟ الاتريال ساكشن بيحدث مع الانخفاض الحاد في البريشر اللي اسمه الاكس او الاكس داش، اللي يعقب السي ويف على طول، وده بيتزامن مع اي مرحله من الكاردياك سايكل، الرابيد ايجكشن فيز. ارجوكم راجعوا الكاردياك سايكل اللي مش متذكر عشان يشوف انه السي ويف دي كانت بتحدث اثناء الايزوفوليومتريك كونتراكشن فيز، والاكس اللي هو الرابيد شارب ديكريز ان بريشر ده بيحدث اثناء الرابيد ايجكشن. مع هذا الانخفاض السريع في البريشر في الاتريوم، بلاد از سكت انتو ذا اتريوم، القلب او الاتريوم كانه بيشفط الدم من الفينز لغايه عنده. This is what we call atrial suction. طب والventricular suction ده بيحدث أثناء الـ rapid filling phase، اللي هو أثناء الـ Y wave دي، الـ Y descent. برضو لو رجعتوا الـ cardiac cycle هتلاقوا الـ Y دي بتحدث اول ما الرايت الاي في فالف تفتح مع بدايه الرابيد فيلينج، نتيجه ان الفنتريكل ريلاكسنج وبيوسع، اول ما الاي في فالف بتفتح يقوم الدم يتسحب من الاتريوم بسرعه للفنتريكل، لان الفنتريكل فاضي واسع، يقوم الفنتريكل بيسحب دم من الاتريوم، يقوم الاتريوم يسحب دم من الفينز، يعني يزود الفينس ريتيرن. فخلاصه القول انه الكاردياك ساكشن ده اتريال وفنتريكلر. الاتريال بيحدث during rapid ejection مع الرابيد ديكريس ان بريشر اللي بيحدث في الرايت اتريوم. والفنتريكلر suction بيحدث during rapid filling phase of the ventricle. كويس. ثالث ميكانيزم مهم جدا نسميه muscle pump mechanism. انهي muscles؟ نخص بالذكر المسل بتاعت اللور limb. بص، المسل بتاعت اللور limb دي are surrounding the veins اللي طالعة في اللور لين، يعني الفينز وهي طالعة كده they are surrounded by strong skeletal muscles of the lower limb. فلما السكيليتال muscles دي بتعمل contraction بتضغط على الفين، وبالتالي تدفع الدم للرجوع للقلب. بصوا كده، المصل باتجاه الأسهم الصفرة دي لما بتعمل contraction بتضغط على الفين، تقوم ترفع ضغط الدم في الفينز، يقوم الدم يتجه لأعلى. طب هو ليه الدم لا يتجه لأسفل يعني؟
ما انا بضغط على على الفين من هنا، الدم عنده الاختيار انه يطلع لفوق، او كمان عنده اختيار ان هو ينزل لتحت. انا عاوزه يطلع لفوق، فلازم امنع ان هو ينزل لتحت. بنمنع ازاي؟ ربنا خلق لنا فالفز، ربنا خلق لنا فالفز، يبقى الدم هيطلع في اتجاه السهم الاحمر، يبقى يكمل الفانكشن بتاعت المسل بامب الفينس فالفز. الفينس فالفز دي اهو، والمسل ريلاكسد، الدم ماشي في هذا الاتجاه والفين مفتوح. طيب لما المسل بتعمل كونتراكشن بتضغط على الدم اللي في الفين، فبتزود الفلو، السهم بتاع الفلو الاسود ده كبر اهو، فالفلو بيزيد. الفالف ده بيفتح لان الدم جايله من تحتيه، لكن الفالف ده بالعكس هيقفل. الدم لو حاول يرجع كده الكاست بتاعت الفالف ده بتعبي دم وتقفل قصاد بعضها. بصوا كده، شوفوا الدم لما بنضغط بيطلع لفوق، لكن لو حاول يرجع الكاست بتاعت الفالف اللي عامله زي البوكيتس كده جايه زي الجيوب بتتملي دم، تقوم تتنفخ وتيجي قصاد بعض وتقفل الفيسل. يبقى السكيلتال ماسل بامب مع الفانك مع الفالفز بتاعت الفيز اللي في اللي هو اللم ار افيشنت ميكانيزم which helps الفينس ريتيرن اجينست جرافيتي. وعشان كده لو حد واقف وما بيتحركش لفترة طويلة، ما بيتحركش يعني الماسلز بتوع اللور لم ما بيعملوش البامبنج فانكشن بتاعه، ما بيعملوش كونتراكشن وريلاكسيشن، دايما بيحدث أثناء الحركة، يوم ده بينشأ منه إن الدم اللي في اللور لم فينز مهمته في الرجوع للقلب بتبقى أكثر صعوبة، وبيحدث شوية accumulation of blood في اللور limbs، وده يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم في اللور limb veins وفي الكابيلاريز اللي في عند الفوت والليج. يبقى إذا الفينس valves are important ميكانيزم مع السكيلتال ماسل بامب. في بعض الاحوال المرضيه طبعا الفالفز دي بتفقد مقدرتها على انها تقفل الفين، يقوم الماسل بامب ميكانيزم يبقى اقل بكتير في الكفاءه، والفينز في اللور لين تتملي دم اثناء الستاندنج، وممكن تبتدي تتمدد الفينز تتمدد، كونديشن بنسميه ذا ريكوز فينز او بالعربي اللي بنسميها دوالي اوردة الساقين ذا ريكوز فينز. This is a disease. من العوامل المساعدة على حدوث هذا الديزيز ان الفالفز تكون ما بتقفلش كويس، في خلل في الفانكشن بتاعت الفالفز. كويس خالص كده احنا عرفنا الفينس ريتيرن شغال ازاي، وايه هي الفاكتورز which affect الفينس ريتيرن،
سواء الرايت اتريال بريشر او المين سيستميك فيلينج بريشر او الريزيستنس تو فينس ريتيرن، وعرفنا ايه الميكانيزمز ويتش هيلب فينس ريتيرن اجينست جرافيتي. دلوقتي احنا ضروري جدا نبتدي نربط معلوماتنا فيما يخص الفينس ريتيرن مع معلوماتنا فيما يخص الكاردياك اوتبوت. ليه؟ اصل الحقيقه هما الاثنين عاملين زي وجهي قطعه عمله واحده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو الدم اللي الليفت فنتركل بيعمل له بامبنج هو اللي بنسميه كاردياك اوتبوت. ما هو الدم ده وهو راجع للقلب وي كول ات فينس ريتيرن، فهما حاجه واحده بس وهي خارجه من القلب بنسميها كاردياك اوتبوت، وهي راجعه للقلب بنسميها فينس ريتيرن. وده هترتب عليه مباشرة طبعا استنتاج بديهي مش محتاج تفكير، ان لازم الفينس ريتيرن يبقى قد الكاردياك اوتبوت. اه طبعا لازم، نعم، لو مش قد بعض الكاردياك اوتبوت اكتر من الدم اللي بيرجع للهارت. طب الدم الاكتر اللي طلع من الهارت ده هيروح فين؟ هيتراكم في السيركيليشن لغاية امتى؟ ما ينفعش. يبقى venous return and cardiac output بينهم interaction مهم جدا نفهمه مع بعض دلوقتي. دلوقتي احنا بصدد ان احنا نشوف ايه، وخدوا بالكم قبل ما ندخل في الموضوع ونفهم تفاصيله احنا عاوزين نعرف احنا بنعمل ايه بالظبط. احنا عاوزين دلوقتي نشوف الانتر اكشن ما بين الفاكتورز المختلفه اللي بتاثر في الكاردياك اوتبوت. بعض هذه الفاكتورز ار كاردياك فاكتورز. زي ايه يعني؟ زي البريلود والافتر لود والانوتروبيك ستيت اوف ذا هارت والهارت ريت. كل دي كاردياك فاكتورز بتاثر في الكاردياك اوتبوت. لكن كمان في بريفرال فاسكولار فاكتورز بتاثر في الكاردياك اوتبوت عن طريق انها بتاثر في الفينس ريتيرن. ما هو بديهي يا ساده انه لما الفينس ريتيرن بيتغير اوتوماتيكالي الكاردياك اوتبوت بيتغير. ليه؟ لان الفينس ريتيرن هو اللي مسؤول عن الفنتريكولار فيلينج، والفنتريكولار فيلينج هو اللي مسؤول عن الكاردياك اوتبوت. البريفيرال فاسكولار فاكتورز اللي بتاثر في الفينس ريتيرن اذا اللي هم مين؟ المين سيستميك فيلينج بريشر والريزيستنس فور فينس ريتيرن. دول مؤثرين بالتالي في الكاردياك اوتبوت. طب احنا عاوزين نشوف بقى الكاردياك فاكتورز والبريفيرال فاسكولار فاكتورز دي بيحصل بينهم انتر اكشن ازاي عشان يخلوا الكاردياك اوتبوت شغال طبيعي. الكاردياك فاكتورز احنا كنا استخدمنا او انتوا لما درستم الكاردياك فيسيولوجي في المحاضرات اللي فاتت استخدمتوا كيرف اسمه الكاردياك فانكشن كيرف. هنرسمه تاني دلوقتي مع بعض، والنهارده عشان نشوف الفاكتورز افكتنج الفينس ريتيرن درسنا مع بعض الفينس ريتيرن كيرف.
يبقى كأن الكاردياك فاكتورز كان بيستدد من خلال الكاردياك فانكشن كيرف، والفاسكولار فاكتورز في السيركيليشن اللي بتحدد الفينس ريتيرن كان بيستدد يوزنج ذا فينس ريتيرن كيرف زي ما عملنا النهارده. اندر ستيدي ستيت بقى لازم الكاردياك فاكتورز دي يعني الهارت والبريفرال فاكتورز يعني البريفرال سيركيليشن they must operate together، لازم ينظموا العمل بينهم عشان يتحقق الشرط ده ان الفينس ريتيرن must equal cardiac output، ولازم الرايت اتريال بريشر يبقى هو ومناسب للفينس ريتيرن وللكاردياك اوتبوت. مش معنى اخترت الرايت اتريال بريشر، اصل الحقيقه هو نقطه الالتقاء ما بين الفاسكولار فاكتورز والكاردياك فاكتورز، هو نقطه الالتقاء ما بين الفينس ريتيرن والكاردياك اوتبوت، هو الوصله، هو المفصله اللي بين الفينس ريتيرن والكاردياك اوتبوت. الفينس ريتيرن الرايت اتريال بريشر من ناحيه عامل مهم في الفينس ريتيرن، واكيد انتوا فاكرين ان الرايت اتريال بريشر كان عامل مهم جدا في الكاردياك اوتبوت. ده الكاردياك فانكشن كيرف اللي هو ده نورمال كاردياك فانكشن كيرف، هو علاقة ما بين الرايت اتريال بريشر والكاردياك اوتبوت. يبقى اذا الرايت اتريال بريشر مهم جدا فور كاردياك اوتبوت، وواضح اهو من الكيرف قدامنا الكاردياك فانكشن كيرف ان هو علاقة ما بين الرايت اتريال بريشر والكاردياك اوتبوت، وواضح من العلاقة اللي انتم المفروض درستوها قبل كده انه لما بزود الرايت اتريال بريشر الكارديك اوتبوت بيزيد، والسبب انه مع زياده الرايت اتريال بريشر الفنتريكولار فيلينج بيزيد، الاند دايستوليك فوليوم بيكبر اكوردنج تو فرانك ستارلينج ميكانيزم، الفورس اوف كونتراكشن بتزيد يوم الستروك فوليوم يزيد. طب على نفس الاثنين دول انا ممكن ارسم، او على نفس الجراف ده انا ممكن ارسم الفينس ريتيرن كيرف اهو، نورمال فينس ريتيرن كيرف، لان هو علاقه ما بين الرايت اتريال بريشر والفينس ريتيرن، يعني اكن الواي اكسس ده هو بلاد فلو، بالنسبه للكيرف الاحمر هو بيصف الكاردياك اوتبوت، وبالنسبة للكيرف الأزرق ده هو بيصف الفينس ريتيرن. إحنا لما حطينا الكيرفين دول على جراف واحد كده لقينا بينهم انترسبت بوينت، يعني نقطة تقاطع وحيدة، النقطة دي. النقطة دي معناها إيه؟ هي النقطة الوحيدة المشتركة بين الـ two curves، يعني هي النقطة الوحيدة اللي عندها الـ cardiac output بيساوي الـ venous return. بقية النقاط اللي على الكيرفين لا يتوفر فيهم هذا الشرط، يبقى إذا نقطة التقاطع دي اللي هو الانترسبت بوينت دي بتمثل النورمال اوبريتنج بوينت في السيركيليشن بتاعتنا، اللي عندها الرايت اتريال بريشر بيبقى حوالي 0 مليمتر مركري،
for both cardiac output and venous return. والبلاد فلو سواء cardiac output أو venous return قد بعضه كميتهم حوالي 5 liters per minute. يبقى النقطة دي هي النقطة اللي شغال عليها السيركيليشن بتاعتنا. وتناظر right atrial pressure مقداره تقريبا زيرو، و blood flow يعني cardiac output أو venous return قد بعض وتساوي حوالي 5 لتر في الدقيقة. طيب يبقى this is the steady state point، النقطة دي هي الحالة المستقرة بتاعت السيركيليشن. يعني طول ما السيركيليشن بتاعتنا مستقرة ما فيهاش disturbance هي مستقرة عند النقطة دي. اللي عندها الفينس ريتيرن يساوي الكارديك اوتبوت والرايت اتريال بريشر مقداره زيرو، وده مناسب للكارديك اوتبوت وللفينس ريتيرن. كويس، ستيدي ستيت بوينت. طب بصوا كده، لو حاولت اعمل مانيبيوليشن يعني تعديل او العب في الكاردياك اوتبوت، يعني هحط بوزيتيف اينوتروبيك ستيمولس زي الديجيتال دراج على القلب واشوف هيحصل ايه. احنا مش بنلعب، لا احنا هنستنتج من التأثير بتاع الديجيتاليس حقيقة في غاية الأهمية. لما نوصل لها هتصدقوني. بصوا كده، ده النورمال كاردياك فانكشن كيرف وده النورمال فينس ريتيرن كيرف. هو تأثير الديجيتاليس أو البوزيتيف اينوتروبيك ستيمولس على الكاردياك فانكشن كيرف كان بيعمل له ايه؟ يس، كان بيعمل له شيفت ابورد اند تو ذا ليفت اللي سميناه هايبر افكتيف هارت. يعني في وجود الديجيتاليس الكيرف الاحمر ده هيبقى شيفتد كده ابورد اند تو ذا ليفت. فدلوقتي نقطة الانترسبت بينهم التقاطع بقت النقطة دي. طيب النقطة دي تمثل ايه؟ higher cardiac output بس مش كتير، يعني الفرق ما بين النقطة دي اللي انا بشاور عليها والنقطة اللي steady state اللي هي النقطة ايه، الفرق في الفوليوم very limited. يعني انا لما حطيت positive inotropic stimulus على الهارت كل اللي عمله يعني انه زود لي الكاردياك اوتبوت، بدل ما هو 5 لتر في الدقيقه خلاه 5.5 لتر في الدقيقه، يعني زياده طفيفه جدا. لا مش هو ده اللي الواحد يتوقعه من البوزيتيف inotropic stimulus. طب هو ليه ما زادش عن كده؟ اصل خدوا بالكم انه لما الكيرف بقى شيفتد ابورز اند تو ذا ليفت نقطه الانترسبت بقت النقطه بي. النقطه دي بي دي بدون جدال هي بتمثل كارديك اوتبوت اعلى شويه، لكن كمان بتمثل رايت اتريال بريشر اقل. اتحركنا ناحيه الشمال يعني انخفاض في الرايت اتريال بريشر. يعني النقطة بي دي الرايت اتريال بريشر عندها واطي. طب ما هو الرايت اتريال بريشر هو البريلود بتاع القلب، يبقى انا لما وصلت للنقطة بي دي صحيح في بوزيتيف اينوتروبيك ستيمولس على الكاردياك ماسل، لكن الفيلينج بريشر بتاع الفنتريكل انخفض، وده اللي عامل limitation لمقدرة الكاردياك اوتبوت ان هو يزيد.
مش الكونتراكتيليتي، لا ده الفيلينج، اكمن الرايت اتريال بريشر انخفض. وهو الرايت اتريال بريشر انخفض ليه؟ اصل دلوقتي لما البامبنج ابيلتي بتاعت الهارت زادت، هو بيسحب دم اكتر من الفينز، والفينس ريتيرن كيرف ما اتغيرش، انا ما غيرتش غير الكاردياك اوتبوت بالديجيتاليس، وبالتالي الفينس ريتيرن ثابت. فبمعنى انه لما الكونتراكتيليتي الانوتروبيك ستيت زادت، القلب سحب اكسترا اماونت اوف بلاد من الفينز من الرايت اتريوم، ام الرايت اتريال بريشر ابتدى يقل، فبقى الفيلينج فورس بتاع الفنتريكل قليله، وبالتالي البامبنج ابيليتي بتاعت الهارت هتبقى متكتفه. مين اللي مكتفها؟ ان الرايت اتريال بريشر انخفض. هو انخفض ليه؟ لان مفيش زياده في كميه الدم اللي راجع للقلب، الفينس ريتيرن زي ما هو. يبقى في الحقيقه ان احنا نحط على القلب بوزيتيف انوتروبيك ستيمولس فقط، ونتوقع زياده كبيره في الكاردياك اوتبوت، هذا توقع خاطئ وينم عن عدم فهم. ليه؟ لانه قال كونتراكتيلتي بتزيد، بس ما هو ما فيش دم زياده راجع عشان القلب يعمل له بامبنج، وبالتالي الرايت اتريال بريشر هينخفض، والرايت اتريال بريشر هو الفيلينج بريشر بتاع الفنتريكل اللي مسؤول عن البريلود. يبقى من ناحيه الكونتراكتيلتي عاوز ازود البامبنج، لكن في حاجه بتعوقها بتمنعها، اللي هو ان البريلود بيقل، الفورس كونتراكشن هتقل. كويس، طب بصوا بقى الموقف يبقى ايه؟ انه لو انا عامل بوزيتيف انوتروبيك ستيمولس لكن في نفس الوقت زودت الفينس ريتيرن، في نفس الوقت زودت الفينس ريتيرن عن طريق ايه مثلا؟ ان انا مثلا زودت البلاد فوليوم، فعملت شيفت للفينس ريتيرن كيرف ابوردز اند تو ذا رايت كده في المكان الجديد. اكيد ملاحظين على طول انه نقطة الانترسبت الجديدة بقت النقطة سي. يبقى لما عملت شيفت للفينس ريتيرن كيرف ابورز اند تو ذا رايت عن طريق زيادة المين سيستميك فيلينج بريشر مثلا، عن طريق زيادة البلاد فوليوم، او ان انا قللت الكومبلاينس بتاع الفينس ايا كان، فالكيرف بتاع الفينس ريتيرن ارتفع، بقت نقطة التقاطع بينهم النقطة سي. واضح إن النقطة سي دي تناظر رايت اتريال بريشر قريب أوي من الطبيعي، قريب أوي من الطبيعي، يعني البريلود ما اتغيرش تقريبا، لكن البامبنج ابيليتي بتاعت الهارت زادت، وبالتالي هنحقق كاردياك اوتبوت اعلى بكتير. بصوا النقطه دي تناظر كاردياك اوتبوت اعلى بكتير. ده مش بس كده، ده ايه رايكم لو الكيرف ده كمان بتاع الفينس ريتيرن ارتفع اكتر، نتيجه ان مش بس زودت المين سيستميك فيلينج بريشر، ده انا قللت الريزيستنس فور فينس ريتيرن، فالفينس ريتيرن كيرف عالي اكتر واكتر. أم نقطة الانترسبت بقت النقطة دي، النقطة دي بتعني فينس ريتيرن وكاردياك اوتبوت أعلى،
واكيد انتم ملاحظين ان الرايت اتريال بريشر عالي شويه، يعني البريلود عالي شويه كمان. ليه البريلود او الرايت اتريال بريشر عالي؟ لانه لما زودت المين سيستميك فيلي بريشر والرايت والريزيستنس تو فينس ريتيرن قلت، فالدم اللي راجع بقى كبير كتير، شويه منه في الحقيقه دي اكيوميليت في الرايت اتريوم. طب يرفعوا الرايت اتريال بريشر، وده في الحقيقه بيساعد الكاردياك اوتبوت، لان هو الفيلينج بريشر بتاع الكاردياك اوتبوت. يبقى اذا لو سمحت افضل وضع يزود الكاردياك اوتبوت مش ان انا ادي بوزيتيف انوتروبيك ستيمولس لوحده، ده هيعمل زياده محدوده جدا زي ما انتم شايفين في الكاردياك اوتبوت. ولكن الزياده الكبيره في الكاردياك اوتبوت ممكن تحصل امتى؟ لو في فاسكولار فاكتورز اتغيرت، فاسكولار فاكتورز اللي بيوصفها الفينوس ريتيرن كيرف، يا اما المين سيستميك فيلينج بريشر زاد او معاه كمان انخفاض في الريزيستنس تو فينوس ريتيرن. عندها الفينوس ريتيرن الاخر بيزيد، فيقوم الرايت اتريال بريشر يا اما ما ينخفضش يا اما يزيد شويه. بريلود على الهارت يا ما بيتغيرش يا بيزيد شويه. ده يؤدي الى ان البامبنج ابيليتي بتاعت الهارت تزيد جدا. طيب نخمن المثال اللي قلناه ده ايه بقى؟ انه مش كفايه عشان نحقق كاردياك اوتبوت عالي ان القلب يشتغل اكتر، لازم البريفرال سيركيليشن ترجع له دم اكتر عشان يعرف يعمل له بامبنج. هقول الجمله الاخرانيه دي تاني عشان مهمه جدا. مش كفايه عشان القلب يطلع كاردياك اوتبوت اعلى ان الانوتروبيك ستيت بتاعت الهارت تزيد، لابد يصاحب هذا انه السيركيليشن بالبريفرال فاسكولار فاكتورز اللي فيها ترجع للقلب دم كتير، عشان ببساطه كده بلغه بسيطه جدا عشان القلب يلاقي الدم يعمل له بامبنج. ما اذا كان المكنه البامب المضخه بتشتغل اكتر بس ما فيش فلويد جاي لها، طب هجيب فلويد منين؟ مش كده؟ يبقى اذا لابد من الانتر اكشن ما بين الكاردياك فاكتورز والبريفرال فاسكولار فاكتورز عشان نحقق افضل كاردياك اوتبوت ممكن. اذا الكاردياك اوتبوت مش معتمد فقط على اداء القلب، لا ده معتمد على اداء القلب وعلى اداء البريفرال سيركيليشن. اداء القلب يعني البامب نفسها كفاءتها تزيد، لكن الفاسكولار او البريفرال فاسكولار فاكتورز مهمتها is to increase the blood available for the heart to pump. الاثنين دول مع بعض ضروريين عشان نزود الكاردياك اوتبوت. طيب المثال الاخير اللي هنتكلم عليه بقى دلوقتي هو ما يحدث during muscular exercise. Again this is the normal curve. Cardiac output curve وال venous return curve. والنقطة إيه؟ هي normal steady state. أثناء الإكسرسايز
بيبقى فيه تغيرات مهمة اللي هي ايه؟ في زيادة في الكاتكولامين في الدم، وفي سمباثاتيك ستيميليشن، وفي كونتراكتنج ماسلز. طب عال بالسمباثاتيك ستيميليشن will shift the cardiac function curve upwards and to the left. سليم. طب وماذا عن الفينوس ريتيرن كيرف اثناء الاكسرسايز؟ اثناء الاكسرسايز الفينوس ريتيرن كيرف بيبقى شيفت دور اخر upwards and to the right. بسبب ايه؟ بسبب انه الريزيستنس تو فينوس ريتيرن بتقل، هقول لكم حالا ليه، والمين سيستميك فيلينج بريشر بيزيد. ايه اللي عمل كده اثناء الاكسرسايز؟ بص، نمره واحد الكونتراكتنج ماسل بيطلع منها ميتابولايتس، والميتابولايتس دي بتأثر دايركتلي على البلاد فيسلز جوه الماسلز وتعمل لها دايلاتيشن، وبالتالي هي بتقلل الريزيستنس تو فينس ريتيرن. يبقى نقص الريزيستنس او انخفاض الريزيستنس ده سببه الفازو دايلاتيشن اللي بينشأ من الميتابوليزم بتاع الكونتراكتنج ماسل. طب والمين سيستميك فيلينج بريشر ارتفع ليه؟ لانه السمباثيك ستيميليشن للوول بتاع البيج فينز بيخلي الكومبلاينس بتاعهم يقل، يقوم الضغط فيهم يزيد، يقوم الجريدينت فور فينوس ريتيرن يزيد، يقوم الكيرف يبقى شيفتد ابوردز اند تو ذا رايت. يبقى واضح كده ان نقطة الانترسبت بتاعتهم هي النقطة دي اللي عندها الكاردياك اوتبوت عالي والفينس ريتيرن عالي والاتنين قد بعض، والرايت اتريال بريشر يا زي ما هو يرتفع حاجة بسيطة. اوكي، يبقى كده احنا بانتهاء مناقشتنا للجزء ده قدرنا خلاص يستقر في ذهننا انه مش كفاية عشان السيركيليشن تشتغل كويس انه الهارت يشتغل كويس. الهارت بدون فينس ريتيرن مش هيعرف يطلع كاردياك اوتبوت كفاية، وبالتالي الفاكتورز ويتش افكت الفينس ريتيرن ضروري تتفاعل مع الفاكتورز ويتش افكت الكاردياك اوتبوت لتحقيق هاير كاردياك اوتبوت، فور اكزامبل ديورينج اكسرسايز زي ما شفته اهو. لو من غير الزياده في الفينس ريتيرن كان الكاردياك اوتبوت زاد من النقطة A للنقطة B، لكن زيادة الفينس ريتيرن هي اللي مكنت الكاردياك اوتبوت انه يزيد بقيم اعلى بكتير. يبقى الانتر اكشن ما بين الكاردياك فاكتورز والبريفرال فاسكولار فاكتورز is essential for the control of cardiac output in normal person. طيب كده نبقى انتهينا من الفينس ريتيرن والريجيليشن بتاعته، وننتقل الى السيجمنت التالية من السيركيليشن وهي الكابيلاريز. السيركيليشن بتبتدي في ارتريس
ثم arterioles ثم capillaries. برضو الاستراكشر والاناتومي بتاع الكابيلاريز المفروض ان انتم اخدتوه في الهيستولوجي، بس انا عاوز اؤكد على شويه نقط صغيره كده مهمه لينا واحنا بنتكلم على الفيسيولوجي اوف ذا كابيلاري سيركيليشن. ده تيرمينال ارتريول، يعني برانش تيرمينال من ارتريول. التيرمينال ارتريول ده بيطلع منه برانش بنسميه الميتارتريول. ميتارتريول اهو ده الارتريول ده، ومن الميتارتريول ده بتتفرع الكابيلاريز. وعند بداية كل كابيلاري في رينج من السموث ماسل بنسميها البري كابيلاري سفنكتر. الميتارتريول ده الدم ممكن يمشي فيه لغاية ما يصل إلى فيسل يرجعنا للفين، بنسميه الثوروفير شانل. الحقيقة الدم عنده اختيار من الاثنين، يا إما يمشي من الميتارتريول من خلال الثوروفير شانل دي ويروح للفينز من غير ما يخش الكابيلاريز، أو يخش الكابيلاريز وترجع تتجمع وترجع للفينز. مين اللي بيحدد الدم هيمشي في أنهي باث واي؟ اللي بيحدد هو البري كابيلاري سفنكتر دي. لو البري كابيلاري سفنكتر دي ريلاكسد فالاتصال من الكابيلاري للميتارتريول مفتوح، يقوم الدم هيخش للكابيلاريز. انما لو البري كابيلاري سفنكترز دي كونتراكتد الاتصال بين الكابيلاريز والميتارتريول بيتقفل، يقوم الدم ما يلاقيش قدامه سكه غير انه يمشي مباشره الى الثوروفير فيسل او تشانل ومنها الى الفين بدون المرور في الكابيلاريز. طيب احنا طبعا عندنا انواع من الكابيلاريز اكوردنجلي الاستراكشر بتاع الوول بتاعها، بس انا مش هخش برضو في التفاصيل اللي هتاخدوها في الهيستولوجي، لكن هؤكد على نقطة بس ان الوول بتاع الكابيلاري ما فيهوش سموث ماسلز لو سمحت، وبالتالي الكابيلاريز نفسها لا تقدر تعمل فازو كونستريكشن ولا تقدر تعمل فازو دايلاتيشن. هي ممكن تبقى ديستندد او كولابسد اكوردنج لكميه الدم اللي بتخشها، انما هي ما تعرفش تعمل تغير في الدايمتر بتاعها سيمبلي لان الوول بتاعها ما فيهوش سموث ماسل. المكان الوحيد اللي فيه سموث ماسل في الكابيلاري هو بدايتها في نقطه خروجها من الميتارتريول، والبري كابيلاري سفنكتر ده هو اللي بيكونترول البلاد فلو الى الكابيلاري. طيب عاوزين نتعرف على شويه معلومات خاصه بالكابيلاريز، واولهم هو الكابيلاري بريشر. اتفقنا ان عندنا ارتريول لميتارتريول لكابيلاري وبعدين فينز. الكابيلاري بريشر في بداية الكابيلاري عند نشأتها من الميتارتريول البريشر في الكابيلاري حوالي 35 ملم مرش، وانا بقول حوالي لانه الحقيقة القيمة دي بتختلف من مكان لآخر في الجسم. احنا واخدين رقم 35 احد الارقام الصحيحة يعني، انما احنا لو حد مننا ارى ان الكابيلاري بريشر في بداية الكابيلاري 38 مليمتر مركري مش غلط. طب هو
برضو مش غلط، بيفرق زي ما قلت لكم من مكان لآخر في الجسم. طب عند نهاية الكابيلاري، عند دخولها للفينز بقى، البريشر فيها بيكون انخفض إلى 15 مليمتر مركري. فالأفريج بتاع البريشر along the capillary ساعات بنسميه الفانكشنال كابيلاري بريشر هو 25 مليمتر مركري. كويس. وبالرغم بقى من انه البريشر جوه الكابيلاريز يعتبر ريلاتيفلي هاي، ضغط 35 مليمتر مركري ده ما هوش ضغط ضعيف، وما هوش ضغط ضعيف اطلاقا لو اخذنا في الاعتبار ان الوول بتاع الكابيلاري is very thin and weak. فبيبقى السؤال دايما هو ازاي الوول بتاع الكابيلاري الضعيف ده مستحمل الضغط الكبير نسبيا اللي موجود جوه الكابيلاري؟ والاجابه بتكمن في الفيزيكس. الوول تنشن في اي فيسل اللي هو درجة الشد في الوول اللي ممكن تخلي الوول ده يتقطع يحصل له رابشر لو الوول تنشن ده عالي، الوول تنشن ده بيساوي فيزيائيا البريشر اللي جوه الفيسل في الراديوس بتاعه، الراديوس بتاع الفيسل. اذا الوول تنشن في الكابيلاري is expected to be very small. ليه؟ صحيح البريشر عالي نسبيا 35 مليمتر مركري، لكن الراديوس بتاع الكابيلاري is extremely small. الكابيلاريز صغيره جدا، مايكروسكوبيك، الدايمتر بتاعها بيتقاس بالمايكرومتر، وبالتالي البرودكت حاصل ضرب البريشر والراديوس بيطلع رقم صغير جدا. عشان كده التنشن في الوول بتاع الكابيلاري is not high، وعشان كده الكابيلاريز بتستحمل الضغط العالي اللي جواها. however في بعض الاحوال الكابيلاريز become more fragile، abnormally fragile. fragile يعني هشة، يعني ممكن ترابشر بسهولة نسبيا. ده يحدث في بعض الأحوال المرضية زي إيه؟ نقص الأسكوربيك أسيد فيتامين سي، أو في بعض الأليرجيك كونديشن، بعض الأليرجيك ديزيزز بتؤدي إلى إن الوول بتاع الكابيلاري يبقى ضعيف، تقوم الكابيلاريز ما تستحملش. كمان نورمالي في الاولد ايج الكابيلاريز بيكام مور فراجايل. يبقى يهمنا في موضوع الكابيلاري بريشر قيمته التقريبيه، يعني في بدايتها 35 ملم مركري، في النهايه 15. الوول تنشن في الكابيلاري از لو عشان الراديوس بتاعها صغير، and that is why capillaries do not normally rupture بسبب ضغط الدم جواها. abnormal fragility للcapillaries can be seen in old people in some allergic conditions and in deficiency of ascorbic acid. طيب تاني نقطة عاوزين نعرفها بخصوص الكابيلاريز هو الكابيلاري بلاد فلو. الكابيلاري بلاد فلو بنقصد بيه يعني بالتحديد سرعة مرور الدم في الكابيلاري. الكابيلاري بلاد فلو is very slow. سرعة مرور الدم في الكابيلاري
نص مليمتر في الثانية. عشان نعرف هو بطيء قد ايه، هقول لكم ان السرعة المناظرة في الأورطة نص متر في الثانية. نص متر ده نص مليمتر، يعني واضح ان سرعة البلاد فلو في الأورطة 1000 مرة أسرع من سرعة الفلو في الكابيلاريز. وده مهم to give time for exchange between the blood اللي في الكابيلاريز والتيشوز اللي حواليها which is the main function of the capillaries. كويس، الكابيلاري blood flow is intermittent، متقطع. يعني ايه متقطع؟ يعني الدم مش ماشي في الكابيلاريز. لو شفنا one capillary وراقبناها هنلاقي الدم ماشي فيها لفترة وبعدين نلاقي الفلو فيها توقف، وبعدين الدم رجع يمشي تاني وبعدين توقف، intermittent. وسبب الانترميتنت فلو ده ما يعرف او هو بيعرف باسم الفازو موشن. الفازو موشن ده اذا هو alternation ما بين blood flow و stoppage of blood flow. في الريستنج تيشوز، في الانسجه اللي الاكتيفيتي فيها مش عاليه، الفازو موشن ده او الفلو في الكابيلاريز بيبقى قليل. ليه؟ التيشو اللي حوالين الكابيلاريز دي الاكتيفيتي بتاعته منخفضه ريستنج، فالميتابولايتس اللي بتطلع قليله، والميتابولايتس هي المنظم الرئيسي للبري كابيلاري سنتر. الميتابولايتس بتعمل ريلاكسيشن للبري كابيلاري سنتر، فلو الميتابولايتس قليله البري كابيلاري سنتر ده بيكونتراكت، ولما البري كابيلاري سنتر يكونتراكت دخول الدم للكابيلاري هيتوقف، يبقى الفلو في الكابيلاري هيقل. طيب لو الموضوع ده استمر شويه هيحدث اكيوميليشن للميتابولايتس، ما هو مفيش دم معدي، وبالتالي ريموفال اوف ميتابولايتس هيقل، فالميتابولايتس اللي بتطلع من التيشوز will gradually accumulate، فتدريجيا تركيزها هيزيد، تقوم تعمل relaxation of the sphincter لغايه ما السفنكتر يفتح، يقوم البلاد فلو في الكابيلاري يستأنف. ما دام البلاد فلو استؤنف يبقى هيكنس الميتابولايتس اللي في التيشو، فيرجع تركيز الميتابولايتس يقل، تقوم ترجع للسنتر تقفل تاني وهكذا. في الاكتف تيشو الميتابولايتس عاليه اصلا عشان التيشو اكتف، فده بيخلي موست اوف ذا تايم تركيز الميتابولايتس في التيشو عالي، وبالتالي موست اوف ذا تايم البري كابيلاري سفنكتر ريلاكسد، وبالتالي الكابيلاري بلاد فلو هيبقى اولموست كونتينوس في الاكتف تيشو، اولموست كونتينوس. طيب انا اتوقف عند الموضوع ده اللي هو الايكوليبريم ما بين الكابيلاريز والانترستيشال فلويد والاكسشينج اوف ماتيريال اكروس ذا وول اوف ذا كابيلاري. ان شاء الله هنستأنف كلامنا يوم الخميس القادم في نفس الميعاد.